من شر ما خلق رضيت بالله ربي بالاسلام دين بمقام النبي امين اللهم صل على نبي امي وعلى صحابي وسلم على بسم الله امين اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيق عطاتك بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي مقيم صلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقومون الساعه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين